السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايب قلبي؟ معاكم نوجة من قناة يوميات بيتي مع نوجة. النهاردة بإذن الله هعرفكم نشتري الرنجة ازاي، وازاي تبقى تعرفوا ان هي صبحة وحلوة. وهننظف مع بعض الفسيخ. بصوا الفسيخ، بصوا الحاجة اللي تفتح النفس، بصوا بتبقى عاملة ازاي وطرية خالص. بصوا لازم تبقى كده، ده فسيخ اهو، ودي الرنجة. النهاردة اول يوم العيد فدمار بقى. قلنا بقى بصوا الرنجة لازم تكون فيها اللمعة دي كده عشان تعرفوا ان هي صبحة، ولازم تكون طرية جدا كده. بصوا حبايبي دي كده جميلة جدا جدا، وهتلاقي طعمها حلو ودلع وجميلة. بصوا عاملة ازاي، مش مستحملة خالص. يلا ننضفها مع بعض. هننضف مع بعض اول حاجة الرنجة، والفسيخ برضو هننضفه بطريقة سهلة جدا جدا، يعني مش هيبقى فيه اسهل من كده. هنجيب معايا سكينة، هقول لكم بقى على الطريقة الصح. اول حاجة هنقطع الديل كده، هنقطع الراس كده، هنجيب الحتة اللي ورا دي اللي انتوا شايفين الحتة اللي في سلسلة الظهر، هنشيلها كده، هنشيل الحتة دي كده. خلي بالكو احنا ايه، عادة مش هنفتحها من البطن. بصوا حبايبي مش هنفتحها من البطن من هنا، لا انا هفتحها من الظهر كده بالراحة. جيب السكينة بتاعتي او بايدك، بس انا افضل السكينة، وبالراحة خالص هتشقيها كده اهو، هتسهل عليكي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بالراحة خالص هتلاقيها طلعت معاكي اهو بكل سهولة. دي بقى الميزة بتاعت فتح الرنجة من سلسلة الظهر. بصي ان شايفة واضح ان الشوك كله طلع معاكي مرة واحدة، مش لسه بقى هننضف اهو. هنا نفس النظام اهو، بالراحة خالص اهو، انت بتشيلي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي شايفين طلع كله معايا ازاي اهو. هجيب كيزة بقى تبقى جنبي واحط فيها على طول اي تنظيف يطلع. بصوا حبايبي كيسة اهي، نحط اي تنظيف يطلع، عشان بعد كده نربط الشنطة ونحطها في باسكت الزبالة عشان ما الريحة وكده في المطبخ. ده بقى البطروخ بتاعنا هنشيل منه. بصوا بسم الله ما شاء الله البطروخ مرمل وحلو ازاي، هنشيل منه بقى اي حاجة كده، دي هنرميها في الزبالة. ناخد البطروخ نحطه كده، وبالراحة خالص بالسكينة بتاعتك اهو، هتعملي كده عشان تتشيلي الطبقة السودا دي، وتروحي اي بقى شوكة معاكي اهي، اي شوكة معاكي هتشيليها، اي سواد كده، ده كله هيطلع في كيس الزبالة. وهنحط اهو اهو يا حبايبي، انا كده خلصت اهو. نضفناها وقطعت عليها كده ليمون، وحطيت البطروخة اهو، تعصري عليه ليمون وهيبقى معاكي زي الفل. غسلت بقى البرانشة بتاعتي، وهجيب بقى ايه الفسيخ اهو، هننضفه بقى ازاي، ده بيبقى ليه قصة بقى عشان القشر اللي تحت ده كده. هجيب سكينة صغيرة وهبدأ هنضف كده بالراحة، اشيل الطبق ده من هنا. عايزة تفتحي كيس وتنضفي عليه مفيش مشكلة، برضو هتنضفي كل اي حاجة بقى كده بالراحة. بصوا لغاية ما تبقى زي الفل معاكي، بصي تبقى كده، ده اللون اللي احنا عايزينه. بالراحة خالص هتلاقي كل حاجة بتطلع معاكي كده في الطبق اهو.
بصوا حبايبي اهي، طبعا انا نظفت القشر كله خالص قبل ما افتحها، لازم اشطفها وهي كده وهي مقفولة عشان لما نيجي نفتح ما يكونش فيه اي قشر لازق في اللحم من جوه. هروح اشطفها وهرجع اوريها لحضراتكم. هي حبايبي شطفناها وبقت معانا زي الفل اهي. لازم تشطف يا حبايبي عشان اي قشر ما يلزقش في اللحم الطري اللي جوه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشيل راسها شديدة هي شوية، طبعا الفسيخ بيبقى لحمه تقيل جلده يعني. هنرمي في الشنطة اللي مجهزينها معانا اهي، ناخد ديله برضو كده. هنفتحها بقى مش من الظهر خالص زي الرنجة، هنفتحها عادي خالص من البطن اهو. يا حبايبي هنفتحها كده، اي بقى حاجة فيها نلمها بالسكينة كده. الله على الريحة، انا بعشق الحاجات دي جدا يعني، من عشاقها يعني، سبحان الله. تنظيفها ما خدش معانا وقت خالص، وحاجه كده بسم الله ما شاء الله. وهنبقى برضو ايه نخلله مع بعض في القناه اهو، بيبقى برضو سهل جدا اهو. طبعا انا ما كانش عندي وقت خالص الله المستعان، فما عملتهوش السنه دي واشتريناه من بره. بصوا طلعت معايا بكل سهوله اهو. هنشيل بقى، بصوا اي بقى ايه حاجه كده في الجنب شوك حاجه، هتنضفي كده بقى واحده واحده اهو. ولا انضف ولا اجمل من كده. هتشيلي كل اللي في الجنب ده اهو. اهو يا حبايبي، ايه رايكم؟ نظافه وجمال وحاجه كده بسم الله ما شاء الله. وادي الرنجه معانا، مدمرات العيد معايا بقى. الشنطه اهي اللي احنا نضفنا فيها، هنجيبها وهنربطها جدا يعني ايه عشان الريحه وكده. هربطها وارميها في الباسكت وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اهو يا حبايبي، هتجيبي بقى ليمون وتحطي، طبعا انا مش انا اي حد يعني، الليمون اساسي اساسي اساسي. تمام يا حبايبي. انا بقى ما لقيتش بصل اخضر، هعمل ايه؟ لقيت البصل عندي اللي هو الصغنن ده اللي بنعمل بيه السلطه. رحت قلت لا محاله ولا استحاله، هاكل رنجه يعني، هاكل رنجه ومفيش فايده. نحضر بقى معاها ليمون فريش بالنعناع تمام، او بيبس. انا بيبس بقى، تحضري بقى ليكي لوحدك، ها الاكل ده ليكي لوحدك، مع ان الاكله دي بتحب اللمه. تجيبي بقى بتاع 20 رغيف، وتجيبي بقى كيس الشيبسي اللي هو العائلي قوي ده ابو 10، هاتي 2، واللتر الحاجه الساعه اللي هو الكبير قوي ده الاتنين رتل بقى ونص او زياده، وتعيشي بقى مع نفسك بقى. بصوا جمال وروعه، واسيبكم بقى عشان هروح انتحر تمام. وكل سنه وكل حضراتكم بخير. لو عجبك الفيديو دوسيلي لايك، ولو انت اول مره تشرفيني انزلي تحت دوسي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.